لكم جزيلا على هذه المساعدة الكريمة. هاي مساعدة كبيرة لنا يعني تعتبر، إن شاء الله يتقبل هذا ويكون في ميزان حسناتكم. في إحدى مراكز الأيتام التابعة لهيئة أعمال خيرية نقوم بمشروع مهم خاصة في فصل الشتاء في هذه المنطقة، تصل درجة الحرارة لعشرين تحت الصفر وأكثر. اليوم بسبب توزيع بطانيات على أسر الأيتام يستفيد من المشروع هذا أكثر من 250 أسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المساهمين معنا خير الجزاء على ما قدموا في هذا الدعم لهذا المشروع المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.